بعض الطاعنين في الإسلام يتساءل لماذا نبيكم تزوج كذا امرأة؟ جميل. أولا، إن كان المتكلم مسلما يريد فقط التعلم فحي هذا، وإن كان كافرا أو ملحدا أسلوب آخر في التعامل وإجابته. إن كان مسلما نقول له تؤمن بالقرآن؟ نعم أؤمن بالقرآن. الله تعالى قال في القرآن: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. أجورهن يعني دفعت مهورهن. من الذي قال؟ الله. من الذي أباح 50 امرأة، 700 امرآة، 7000 امرأة؟ من الذي أباح؟ الله. إن كنت مسلما تهان. الذي قال أمر بجواز 4 نساء للرجل الواحد إن شاء، أباح لرسول الله النساء، أحللنا لك النساء بالمطلق، فما شاء. تمام. إن لم يكن مسلما نقول له: أأنت ترضى كقناعة، بقناعة عقلية، ترضى أن يكون للإنسان امرأة يتعشقها؟ فيقول: لا بس يعني الحب. لا ترضى أن يكون للإنسان زوجة معروفة ثانية أو رابعة أو أي شيء، نحن لا نناقش مسلما الآن. لا ترضى أن يكون له زوجة، لكن ترضى أن يكون له خدينة. إيش خدينة؟ قال الله تعالى: ولا متخذي أخدان. الخدينة هي العشيقة والعياذ بالله. ترضى أن تكون له عشيقة، لكن لا ترضى أن تكون له زوجة. مو هذا منطقك؟ هذا منطق العقل؟ نسأله. لأن الغرب يعترض، بعض العلمانيين الذين لا يؤمنون بالدين في بلاد المسلمين يعترض. العشيقة معلش، في يوم من الأيام في إحدى بلاد المسلمين، إحدى بلاد، كانوا يقبلون في قانونهم، كانوا يأبون أن يسجلوا للرجل زوجة ثانية، زوجة واحدة فقط. فإذا جاء وعرف أنه جيء أو أخبر عنه، كانوا يعني المخبرين يروحوا يخبروا القائمين على الحكم في ذلك البلد بأن إنسانا تزوج فوق زوجته، فإذا أتي به للحبس أو للسجن يسأله القاضي: من هذه؟ عشيقتي. إطلاق سراح. وين؟ في بلد إسلامي، نسبة الإسلام فيه 100% أو 99%، ليس فيه إلا مجموعة صغيرة من اليهود فقط. إذا قال عشيقتي أطلقوا سراحه، وإذا قال زوجتي حبسوا، ممنوع أن يتزوج فوق زوجته. انظر إلى من يعاند الإسلام ماذا يصنع الله، وهم في الظاهر مسلمون. يا الله. وهم. فالإنسان يا أيها الأحبة في مثل هذه القضايا يجيب هذا الإنسان الملحد المنكر للدين. إذن أولا، لأن الرجل قد يريد زوجته، تقول له حائض، ماذا يصنع؟ هو يريدها، ماذا يصنع؟ 10 أيام، 8 أيام، 7 أيام، نفساء ولدت، ماذا يصنع؟ إما أن يفعل حراما أو يأتي زوجة أخرى مثلا. جميل. اثنين، ليس في كل الأوقات تريد الزوجة من زوجها شيئا، فإذا أراد هو وأبت، هي آثمة وهو يريد، هي آثمة في الرفض وتقول له لا حرام عليها، وهو يريد، ماذا يفعل؟ طيب. ثالثا، مثل هذا يقال له: أنت تقتنع بدين آخر غير الإسلام أو غير الإسلام؟ فإن قال نعم، نقول له اقرأ ما تقوله باقي الأديان. يقبلون بوجود زوجات كثيرات. قال: النصرانية لا يسمحون إلا بواحدة، هذا اختراع، الله تعالى سماهم الضالين، في دينهم يجوز الزواج من أكثر بكثير جدا، اختراع أحبارهم وربانهم، عشان إذا سمعتوا هذا ليس في أصل دينهم، في أصل دينهم يجوز الزواج للقسيس وللإنسان العادي أكثر من واحدة وأكثر من ثانية وأكثر من ثالثة، لكن هم يحرفون الكلمة عن مواضعه فيقولون بذلك. اقرأ ماذا عند باقي الأديان ثم اسمع. الآن جواب أخير: إن كان الأمر بالقضية بالحكمة، ف
فكل زيجة من زيجات رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حكمة، كل واحدة. الآن بيّنت لكم ما الحكمة من زواجه من السيدة أم حبيبة؟ جبر خاطرها، كسر شوكة كفر أبيها، الشفقة عليها، تعليم المسلمين أن المرأة الضعيفة لا تترك. السيدة مثلا زينب بنت جحش المذكورة الآن رضي الله عنها، هي التي حكى الله عنها في القرآن: فلما قضى زيد منها وطران زوجناك من أجل إبطال التبني، تحريم التبني، فأمره رسول الله الله تعالى بزواجها. زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها التي نذكرها الآن، البنت التي رأت هاتين الزوجتين، أمها أم سلمة. لماذا؟ أبوها توفي، أبو سلمة، امرأة فقيرة مسكينة عندها مجموعة أطفال، مهاجرة من بلد إلى بلد، من مكة إلى المدينة، فقيرة مسكينة مع مجموعة أطفال. لما مات زوجها أرسلت إلى رسول الله: ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت في نفسها: من أين يأتي مثل أبي سلمة؟ أبو سلمة زوجها كان خلوقا لطيفا يحبها، فكانت تحبه. منين تجيبك رجال حباب لطيف كريم؟ منين؟ فعتقول بنفسها: وأجرني خيرا منها. من أين يأتيني خير منها؟ هي كذا تقول. لما انقضت عدتها أرسل رسول الله يخطبها فتزوجها، فقالت: والله لقد أبدلني الله خيرا منها، عرفت أنه في خير منها. جبر بخاطر هذه المسكينة زينب هذه، وأخوها أمس مر معنا: يا غلام سمي الله، هذا أخوها، ممن تعلموا، أين عاشوا؟ في بيت رسول الله، رباهم في بيت هؤلاء الأيتام، يعلم الناس تربية الأيتام في بيته دون تبني. فكل زيجة من الزوجات الطاهرات كل واحدة لها حكمة ولها فائدة ولها مصلحة. ثم بعد كل هذا متى تزوج رسول الله كل هؤلاء الزوجات؟ بعد 50 من عمره. متى يريد الإنسان الزواج وكثرته؟ في أول الشباب، بعد 50 ماذا يريد؟ يتزوج ثانية وبعد ذلك ما يريد. إذن مثل هذا السن ويتزوج، فهناك حكم، هناك مصالح، هناك فوائد، هناك أمور جليلة سبحان الله. ولكن عدو الإسلام يثير في نفوس المسلمين شرا، وكما قلت عدو الإنسان جهله. يسمع الذي يعادي الإسلام يقول هذا، يا والله ليش هيك مصبوط، فيقع في قلبه شك ولا يدري الجواب، وهو لم يستمع في حياته لجواب علماء فلا يدري، فيتشكك في دينه ويقع في الشر والعياذ بالله تعالى. لذلك أحبتي مجالس العلم نافعة جدا بإذن الله إذا أراد الإنسان الوصول إلى الحق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.